اولا مش هينفع نعدي المكالمتين دول اللي انا فوجئت بهم الان يعني. نعم. ما سمعتهمش. ان واحده تقول انا اعمل ايه علشان اكون مع زوجي في الاخره. نعم. في الجنه ان شاء الله ان شاء الله. تانية بتقول انا اعمل ايه علشان ما اكونش معاه في الاخره. اللي ما اكونش معاه في الاخره ده حاجه تزعل قوي. صحيح. يبقى معنى كده ان الاسره دي غاب عنها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. هي مش هتقول ده من فراغ خالص. اكيد هذه المراه اوذيت بدنيا واوذيت معنويا لدرجه ان هي كرهه ان حتى تقابله بعد كده في الاخره. وانا بقول للازواج يعني لماذا يصدر الانسان الكره بهذه الطريقه؟ سبحان الله. ليه الناس بتصدر الكره كده؟ يعني اين الرحمه؟ اين خلق او بعض خلق؟ احنا ما نقول يا جماعه عايزين نتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مستحيل. صعب علينا. صعب علينا. احنا بنقرب بس. نعم. احنا بنحاول نجيب جزء بسيط. نعم. ده لو قدرنا. نعم. اما اخلاق سيدنا النبي لا، ده وصفت وانك لعلى خلق عظيم. سبحان. وحتى من 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 جمال ما يقال ان على فيها معنى الاستعلاء على الشيء. فكأن الاخلاق صارت تحت رسول الله ورسول الله فوق الاخلاق. الله الله. خلاص. الله. لا يعلم قدره الا من خلقه. صلى الله عليه. ولا يعلم مكانته الا من خلقه. ولا يعلم جمال خلقه وصفاء نفسه الا من خلقه. صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. فين احنا من الناس الصالحين اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لو بكت احدى امهات المؤمنين او اشتكت وجعا كان يشتكي وجعا. الله. سيده عائشه تقول ورأسه يا رسول الله، يقول بل انا ورأسه يا عائشه. صلى الله عليه. ده واضح ان صاحبه السؤال يعني بيكسرها بيديها على دماغها لدرجه ان هي مش طايقه ان نعم. حتى تجتمع معه في الاخره. نعم. بتقول لك حتى كده عايزه تدخل الجنه بس ما تشوفوش في الجنه، مع ان ده مخلي بال حضرتك برضو المشاهدين يعلموا ان في الاخره ينزع من القلب الحقد والغل. نعم. ونزعنا ما في قلوبهم ما في صدورهم من غل. ما في صدورهم من غل. نعم. الله. ده الصدور اصلا هتكون صافيه. سبحان هتكون الله. نقيه. نعم. يعني انت هتقابل من كنت تكرهه في الدنيا وانت في الجنه خلاص انت بتنسى اصلا. الغل نزع من الصدور والكره نزع من القلوب. خلاص الانسان يعيش حاله من الصفاء لان الجنه ما فيهاش شر. والحقد والغل والحسد والكره كل دي شر. نعم. والجنه منزوع منها عنها هذا. فهنبقى وكأننا ناس تانية يعني. خلاص صفاء كامل وفطرة طيبة كاملة، مفيش بقى غل وحقد وحسد وغيرة. أيوة. خلاص كده. فلذلك أنا طبعا لما نسمع الكلام ده بنزعل قوي ونقول يا جماعة ما تضطرش أبدا زوجتك تقول أنا مش عايز أقابله في الآخرة. خليها تقول أنا نفسي أشوفه في الآخرة. أيوة. هم وأزواجهم في ظلال. الله. على الأرائك قاعدين. الله. ليه؟ كان بيحسن ليها في الدنيا. نعم. كانت بتحسن ليه في الدنيا. ما كانش عاملين عناد وده يشتم وده يضرب وده يهدد وده مش عارف ايه. ليه؟ الحياة الزوجية يعني او الحياة عموما يعني هي اسرع من ان نجعل فيها العداء. هي بتمر بسرعة. دي سنين بسيطة. صحيح. فاحنا مش محتاجين ان احنا نفضل نعادي بعض فيها، بل تصفو القلوب والصدور كده تكون متسعة لأن يتحمل الزوج زوجته والزوجة زوجها. جميل جدا.